النجم احمد رزق كان بيوجهك بيقول لك اه كان هو اللي جاب بيوجهك لك الدور، هو اكيد اللي هو جاب لي اللي يعني الدور، امال هيكون هو اللي مين؟ جاب لك وقعد الدور، هو اللي جاب لي الدور بس دي الثاني حاجة يعني. لطيفة منه قوي يعني بجد. أوي أوي عظيم، هو يعني عظيم. لازم نشكره على الهوا، بنشكر النجم الكبير احمد رزق. ازيك يا احمد؟ ازيك يا ادوارد؟ ايه يا حبيب قلبي، وحشني. وحشني يا حبيبي، ومبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. وازيك يا ابو سعيد، عامله ايه؟ ازيك يا احمد؟ احنا مبسوطين اولا اكتر بجد. اولا عايز اقول لك ان انت يعني مسلسلك عندنا ترند نمبر 1 في كل المسلسلات اللي موجوده في السوق. ده الحمد حقيقي. لله، والله الحمد لله، وبنبارك لك ما عليه تحرمش. وبنقول لك مكسر الدنيا. الله يبارك فيك يا دور، والله ما تحرمش منك، انت عارف غلاوتك عندي ومش محتاجين نتكلم فيها قدام الناس عشان ما نتحرمش. ميكي ميكي بيدمع يا احمد. حبيبي يا نجم، والله ميرسي ده لمكالمتك مكي، ده ده مكي ده المفاجأة دي. ابني بقى، يعني ده مكي ده ابني بقى بجد، يعني بيقول ان انت محبته في قلبي كبيرة، وهو شاطر وموهوب ومخلص، يعني دي اهم حاجة في مكي، انه مخلص بجد، يعني لما تطلبي منه حاجة بيعملها بقلب، بيعملها بحب، وحتى لو حاجة ملهاش علاقة بالشغل على فكرة، يعني حتى والمخلصين لو حاجة بقوا ملهاش حاجة علاقة نادرة بالشغل في بيعملها. الزمن ده. برافو عليكي، برافو عليكي، فعشان كده انا اصريت ان انا ابقى موجود معاكم النهارده الحقيقه، يعني يا ميرسي يا حبيبي نجم، ده انت عايز منورنا اشكره اولا، لانه من اول ما اشتغلنا مع بعض انا وميكي، وانا فعلا بقيت مستريح من ناحيه الشعر بقى خلاص، يعني فعلا كان عندي مشكله من اول ما بدات، من اول ما بقى معايا ميكي، وانا الموضوع ده ما بقيتش احطه في دماغي خالص، يعني نقعد مع بعض كام قعده كده قبل ما نشتغل، وبدأ يناقشني بقى في الشخصية، طب هو الشخصية ايه، طب ممكن يبقى الشعر عامل ازاي، طب نجيبه على جنب، نجيبه على ورا، نخليه مش عارف، بدأ يتناقش معايا، فبدأت احس ان هو واحد من ضمن الكرو بتاع الشغلانة يعني، وبقيت بصراحة مش ناعي هم الموضوع ده خالص، بقيت مطمن من ناحيته طالما ميكي هو المسؤول عنه يعني. ميرسي يا نجم، ده انت وهو بيقول عالمي. ان هو ما كانش عايز يشتغل غير معاك اصلا. لا لا، ربنا كرمه دلوقتي وشغال مع ناس زي الفل يا استاذ ادوارد. انت كنت وش السعد يا استاذ احمد. طبعا طبعا ربنا يخليك، طبعا الحمد وش لله السعد الحمد طبعا. لله، بس هو يستاهل، يعني ما فيش حد بيثبت مكانته الا لما بياخد مقابل، فهو ان هو دلوقتي شغال مع اكتر من حد وفي اكتر من عمل، الحقيقه ده مجهوده ومش فضل مني خالص يعني. مظبوط مظبوط صح. احمد انا عايز اشكرك وعايز اقول لك المسلسل تحفه، وانا بتابعه انا والبيت كله كل يوم، قد ايه مسلسل تقيل وجميل، وانت في شخصيه في حته تانية خالص، وقد ايه بتشدنا بالاحداث الجميله، بجد مسلسل فوق الروعه. حبيبي انا ما اتحرمش منك ومن ذوقك، وبجد بسطتني ان المسلسل عاجبك وعاجبهم في البيت، توب 1 عندنا كمان في القناه. قلت لك رايي بشكل شخصي في في في, في لؤلؤ، بس احب اسجله برضه قدام الناس يا حبيبي، ان ادوارد بدايه من لؤلؤ غير قبل لؤلؤ يا حبيبي، ربنا يخليك، في ممثل تقيل ما بيلعبش كوميدي، بيعمل الشخصية كما يجب، وبجد انت كنت مفاجأة في المسلسل، وانا قلت لك ده بيني وبينك، حبيبي بس حابب ان انا بسطتني اقوله جدا والناس جدا تسمعه، لان ده بمكالمتك ليا حقك يعني. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك ليا، وان شاء الله بقى الصيف يجي بقى ورحلاتنا انا وانت بقى. احمد مشاريعك ان شاء الله في الفترة الجاية؟ والله انا حاليا يعني شغال على اكتر من حاجه، بس يعني يمكن اميز حاجه بعملها دلوقتي ان انا هقضي شهر رمضان من غير شغل، طب ده احلى يعني حاجه، احلى اه حاجه. بصراحه يعني لا بعد عنده رمضان ان مسلسل شاء الله في فيلم قاهرة كابل، بعد العيد على طول، قاهرة كابل القاهره يعني. كابل ده انا عامله من يعني من انا السنه ضيف دي شرف في القاهره كابل ان شاء الله، اول حلقتين بس في المسلسل، بس بيتذاع انا عندنا هنا برضو اكيد ما انا عارف هيبقى من المسلسلات المهمه جدا جدا يعني، إن شاء بس الله. انا مخلص تصويره من فتره طويله، فمش مش ناعي همه يعني. وبعد رمضان بتقول بتجهز فيلم؟ بعد العيد هبتدي ان شاء الله على فيلم كده، لسه ملامحه مش واضحه، ما اقدرش اقول لك معلومات دلوقتي، بس اوعدكم ادوار هيبقى اول واحد يعرف. خلاص خلاص، ده اكسكلوسيف للقاهره اليوم ده، بالنسبه لنا حاجه ووعد الحر. زين علي انا موافق. حبيب قلبي يا احمد، سلم لي على مراتك الجميله واولادك، اجمل حاجه، اجمل حبيبي. ولاد في الدنيا حبيبي. كلهم، حبيبي. وربنا يحفظكم دايما على طول حبيبي، وميرسي، ومبسوط اني كنت معاكم، وجود لك يا ميكي ان شاء الله. ميرسي يا نجم، ميرسي يا نجم على مكالمتك الجميله. ميرسي يا استاذ احمد. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com.
أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.